مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من أمام المحكمة الابتدائية عين السبع. معنا الآن فنانة القبيرة المغربية المحبوبة أكيد بطلة وجع التراب وبطلة العديد من الأعمال الفنية للا سلوى الجوهري اللي تعرضت لواحد الاعتداء وكنا حضرنا معها. اليوم غتحكي لنا التفاصيل اللي وقعت من الأول الاختصار واشنو وقع اليوم على سلوى. هو في الحقيقة ما بغيتش نعاود معها وقع الصلح اللي كاين وهو أنا سمحت حش العواشر هذه والدري باقي صغير ما تعطينيش خاطري واخا ضربني واخا كل شيء ما نقدرش لا هبط وحكموا عليه ما نكونش مرتاحه العقل ما كاينش والطيش هذا الدراري هادو وسامحنا وتصالحنا وعفى الله عما سلف. مسامح كريم مسامح كريم واش تصلح حاجه من القلب من قلبي ربي عالم عليا. انا وليت البارح انا ناعسه وما كنت تخيل باغي عييت مع والدي وما كذبتش على الله الدري ما فايت فيه لا حبس لا والو وانت انا عارفه بحق الاولاد والله يعطي العقل الله يهدي الوليدات كلهم. ما البارح ملي هضر معنا السيد الوكيل راجل طيب راجل الله عمرها دار هو الاول اللي جات ما جيتش وقلت انا غنسامح لا ما جاياش على اساس بصراحه غير انا بقيت مع راسي كنتخبط في الليل. هضر معنا السيد الوكيل قال لك هادشي راه ما فيهش رباح وعلى الشيطان والحمد لله كاينين الناس في السلطه وفي المسؤولين الناس كيدخلوا بالخير وانتم كبار وانتم انت معروفه والدري باقي صغير والعواشر هادي عيب وتبقاو مخاصمين وفعلا قدمتها في عقلي. دابا حاليا انا من قلبي مسامحه دابا خارج كيبكي وبقى فيا بقى فيا ما لا اله الا الله الله يهدي الوليدات كلهم الله يهديهم. وكنشكر رجال الامن خدموا معايا مشاكل داروا مجهودهم خدموا في يوم العطلة ديالهم كنشكرهم تعاملوا معايا مزيان على أساس ماشي كفنانة خدموا معايا كمواطنة مضرورة ومريضة وكنشكركم انتم طبعا لأنكم انتم السباقين والأولين اللي حضرتوا معايا في السبيطار وكنشكر جميع القنوات ديال الفيسبوك اللي صاروا معنا في هذا والمسامح كريم. أنا مريضة مع هاد لابيريود معذبة وليت كنخرج حضرها الزدرب ونجلس باش نتنفس معذبه اللهم لك الحمد والشكر. الله سبحانه وتعالى قال لك راه الانسان حنا بشر فعلا حسيت بغم وليت كنخمم ليه نتسبب انا نبقى حياتي دائما نتسبب الحبس الواحد ما نقدرش ما تعطينيش خاطري واخا وقت مع الغضب ولا ما كتجي الحقره انا فعلا راه تحقرت وتهنت ساعات ولا الشيطان كيحضر وتسامحنا انا والوالده ديالو والدري تسامحت معاه ولا اله الا الله والله راه كيشوف دوزو مزيان الحمد لله وكنشكر النقابه راه عيطوا لي دابا قال لك معاش غتكوني راه كما عندي باقي ما ساليش باش يعطوني الحولي تا هما باش ندوزو العيد والشكر لله والحمد لله. الحولي النقابه كوسيله وحسيت المحمديه دائما كيعطي الحولي للنقابه والنقابه كتعطي لينا كنشكرهم ما كينساوناش الله يجازيهم بخير وكنشكر كل واحد كيدير الخير في الاخر الله يجازي بخير. والدنيا فايته حنا غاديين عرفنا فلان فين مشى راه مات فلانه فين مشات راه ماتت وانا مريضه غنغدا ولا بعد غدا نموت اللهم نموت ونخلي شي واحد يقول ها مسكينه هذيك ما خرجتش عليا ما صيفطاتليش للحبس على الاقل نسمع كلام مزيان ولا اله الا الله. خيرا كنشكر جميع السلطه ديال المغرب لانهم ساهرين علينا الحمد لله وكنشكر الله ينصر سيدنا طبعا لانه كيبني هذه البلاد داكشي اللي شفتو انايا في عند الامن وداكشي اللي شفتو في المحكمه بان ليا كاين بناء جديد كاين تغيير وكاين شباب وكاين شباب بحال مثلا السيد الوكيل بان ليا شاب دخل بالخير وقال كلام مزيان وطيب القلوب الخاطر هذا يبشر بالخير الحمد لله والشكر لله الخير العواشر هذه وغتبقى ليا دائما هبط شي واحد للحبس لا اله الا الله والله يخلصني على نيتي الله يخلصني على نيتي صافي يلاه مضينا دابا التسامح قال لك كتمضوا دابا مضينا التسامح ولا اله الا الله. امام المحكمه الابتدائيه بمدينه الدار البيضاء الفنانه القديره المغربيه سلوى جوهري قدمت تنازل والحمد لله تم الصلح العواشر هذه اكيد المغاربه معروفين بالتسامح وبالقلب الطيب. جديد في القضية ديال الفنانة المقتدرة سلوى الجوهري بطلة مسلسل أوجع تراب وبطلة العديد من الأعمال الفنية المغربية أنها قدمت تنازل على الشكاية ديالها وتصالحت مع السيد اللي تعدى عليها
والحمد لله، الحمد لله اكيد الصلح خير والعفو عند المقدره.